السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نسوي هالكيمات المقرمشة اللذيذة. أول شيء عندي نصف كوب من الماء، أضفت ملعقة كبيرة خميرة فورية وملعقتين سكر، وأخلي الخميرة لحد ما تتفاعل. هنا عندي كوبين من الطحين، رشة من الهيل والزعفران، ورشة خفيفة من الملح، وثلاث ملاعق كبيرة من النشا، وكوب من الزبادي. ولازم يكون درجة حرارة الغرفة، وإضافة نصف كوب من الماء مع شوي من الزعفران، ونعجنها. ولازم نخبطها بهذا الشكل عشان تدخل فيها كمية كبيرة من الهواء وتضبط معنا العجينة. خليتها تتخمر تقريبا 40 دقيقة، وأسحب منها الهواء بهذا الشكل، وأكون مسخن الزيت. وعندي هذه الملعقة اللي راح ألقم فيها القيمات، أسحب الهواء من العجينة وأخذ بالملعقة وأنزل على الزيت وأقلبها بهذا الشكل، توصل عندي بهذا اللون أشيلها وأخليها برا دقيقة، وأرجع أردها على الزيت وأقلب لحد ما تأخذ هذا اللون. هذه الطريقة راح تعطيكم الكيمات مقرمشة ولذيذة وممتعة جناء من الداخل. هنا أضفت لها العسل وحبة البركة، وإنتوا إذا حابين ضيفوا الشيرة. وهذه وصفتنا اليوم لقيمات المقرمشة، أتمنى تجربوها، وشكرا للمتابعة.